السلام عليكم طلاب قسم التمريض المرحلة الثانية، مادة التغذية والمعالجة الغذائية. اليوم موضوعنا محاضرة رقم 2، الكربوهيدرات. راح نتناول تصنيفها وظائفها والكربوهيدرات في الغذاء واحتياجات الكربوهيدرات، وأيضا موضوع تسوس الأسنان. بداية هن الكربوهيدرات تعريفها، هناك ثلاث عناصر رئيسية تكون الكربوهيدرات، من هما الكربون والأكسجين والهيدروجين. واضح؟ تكون نسبة الهيدروجين والأكسجين في تركيب الكربوهيدرات عادة بنسبة وجودهما بالماء، أي H2O، عدا عدد من الشواذ مثل عندنا السكريات التي ينقصها الأكسجين، حيث يكون نسبة الأكسجين أقل من 1، وكذلك وجود عدد من المركبات غير الكربوهيدراتية التي ينطبق عليها هذه النسبة، مثل عندنا حامض الخليك الصيغة التركيبية إلى CX H2O by Y، يحتوي على نسبة ال H2O. واضح؟ وعلى أساسها سميت الكربوهيدرات بالهيدرات الكربون أو الكربون المميئ. واضح؟ ومن الناحية الكيميائية أو الكيميائية، الجزيئات البناءة الصغيرة للكربوهيدرات هي سكريات بسيطة، مركبات ألديهايد أو كيتون، تحوي على عدد من مجاميع الهيدروكسيل وكثير من المشتقات. طلاب، الكربوهيدرات هي تمثل المصدر الرئيسي للطاقة، بالإضافة إلى كونها مكوناتها التركيبية أساسية للأحياء، والأهم أنها جزء تكون من بنية الأحماض النووية التي تحوي على المعلومات الوراثية. تتميز بشكل عام، هي تكون الكربوهيدرات طعامها يكون حلو، لذلك يستخدم بالأطعمة والأشربة علما للتحلية. واضح؟ تصنيف الكربوهيدرات راح تصنف إلى ثلاث مجاميع، هي المونو والسكريات الأحادية والسكريات الثنائية، و عندنا السكريات المتعددة. هاي السكريات المتعددة هي البولي، راح تكون من أكثر من وحدتين من السكريات الأحادية، لذلك سميت بالسكريات المتعددة. واضحة؟ نجي إلى أولا المونو سكاريدز، راح تكون هي السكريات الأحادية. تعريف بسيط عنها، هي تكون أبسط أنواع المواد الكربوهيدراتية وأصغر الوحدات البنائية في السكريات. تتكون هي عادة من هيكل كربوني بين 3 إلى 7 ذرات كربون، ونسبة لذلك يمكن تسميتها عندنا بالترايوز، أكو عندنا بالبتتروز، البنتوز، الهكسوز، الهبتوز. واضح؟ يعني تكون عدد الذرات 4 5 6 7 على التوالي. واضح؟ السكريات الترايوز والتتروز والهبتوز هاي على شكل مركبات وسطية الانترميديت، وين تكون بعملية الميتابوليزم. أما السكريات البنتوز والهكسوز هي الأكثر شيوعا بالطبيعة، موجودة بالخلايا والأنسجة الحيوانية والنباتية بصورة سائدة، كميات كبيرة وذات دور فسيولوجي مهم. واضح؟ بالنسبة للسكريات البسيطة، راح يكون عندنا من أشهر السكريات البسيطة سكر خماسي ذرة الكربون، مثل الريبوز، الريبوز منقص الأكسجين، ويوجد وين تدخل في تركيب الحامض النووي RNA بالخلية، وسكر سداسي ذرة الكربون مثل سكر الجلوكوز يوجد بالأنسجة، أنسجة الجسم، تبلغ نسبته من 80 إلى 120 ملغرام على المغ. كذلك راح وين يوجد بسكر الفواكه الفركتوز اللي يوجد بعسل النحل. واضح؟ التمثيل الجلوكوز وين بالجسم، هو يؤكسد حالة للحصول على الطاقة، أول ما يدخل الجسم راح يؤكسد. ليش؟ للحصول على الطاقة. يطلق على هذا السكر هو سكر العنب أو سكر الدم، وأحيانا سكر الذرة. هو سكر سداسي الألديهايد، يعد من أهم السكريات الأحادية، فهو موجود بشكل حر ومرتبط بالسكريات الأخرى مثل الفركتوز الجالكتوز، ويوجد بالدم بشكل حر، وينتج بتحلل السكريات الثنائية والمتعددة المهضومة، وكذلك بتحلل الجلايكوجين المخزون بالكبد، ويعد حلقة وصل في تمثيل المواد الكربوهيدراتية، حيث يستخدم الخلايا
تستخدمه وين؟ بتحرير الطاقة والعناصر الغذائية الأخرى. واضح؟ عندما تكون كمية أكبر من الكمية يحتاجها الخلية لإنتاج الطاقة، فإنه يتحول إلى جلايكوجين بالكبد وأنسجة العضلات، الكمية المخزونة منه محددة. واضحنا عندنا نقطة ثلاثة، عندما تكون الكمية كافية ومحددة من الجلايكوجين في الكبد والعضلات، فإن الجلوكوز الزائد يتحول إلى دهون. هاي الدهون تخزن بالخلايا العادية والخلايا الدهنية. واضح؟ وأيضا عندنا بالنسبة إلى السكريات الأحادية، هي أهميتها في حياة الكائن الحي 3 نقاط: القدرة على النفاذ خلال الأغشية الحية، طبعا جدا مهمة هذه النقاط، تنطلق الطاقة الفعلية من سلاسلها، وتعتبر أسرع المواد وصولا إلى وين؟ إلى الدم. ليش؟ لعدة أسباب، منها صغر الحجم ولها قدرة كبيرة على الذوبان. واضح؟ نأتي إلى السكريات الثنائية. السكريات الثنائية هي سكريات مزدوجة من نفس السكر أو من سكريات مختلفة. واضح؟ تنتج عند تحلية نفس تلك السكريات. راح نشوف عندنا أنواع من السكريات الثنائية. أول نوع عندنا السكروز، يتكون من جزيئة جلوكوز وجزيئة فركتوز. هو من أهم السكريات الموجودة الشائعة بالطبيعة، يعرف بسكر المائدة أو السكر الاعتيادي. سكر ثنائي مكون من الجلوكوز والفركتوز، يعني جزيئتين. يوجد بشكل طبيعي في ثمار النباتات، والمصدر الطبيعي له البنجر السكري، قصب السكر. هو يكون سكر غير مختزل. لماذا؟ لارتباطه بالمجاميع مؤولة عنه ذلك، يعني شلون هي يحتوي على مجاميع الألديهايدات. وين تكون هاي مجاميع الألديهايدات؟ هو يكون من الجلوكوز وفركتوز. هاي الألديهايد المجاميع تكون وين؟ بجزيئة الجلوكوز مع مجموعة الكيتون الموجودة في الفركتوز. وعند تحلله بواسطة الحامض أو الإنزيمات، ينتج كميات متساوية منين؟ من الجلوكوز والفركتوز. واضح؟ هذا ما يسمى بسكر المحول، موجود وين؟ بشكل طبيعي بالعسل. وهذا السكر راح وين يتحلل؟ يتحلل بالأمعاء بواسطة السكريز، إنزيم السكريز مكون الجلوكوز والفركتوز. النوع الآخر هو سكر المالتوز. سكر المالتوز راح يتكون من جزيئتين من الجلوكوز، يوجد بالطحين ويتحلل بواسطة المالتيز، الإنزيم المالتيز، إلى وحدتين من الجلوكوز، وهو من السكريات المختزلة. عندنا اللاكتوز. هذا اللاكتوز من السكريات الثنائية الشائعة في الطبيعة، ويعرف بسكر الحليب لأنه يوجد فقط في الحليب. يتكون من جزيئتين من سكر الجلوكوز وسكر الجالاكتوز. هي أيضا من السكريات المختزلة. درجة حلاوته راح تعادل سدس حلاوة سكر السكروز. يمكن تخمرها بواسطة الأحياء المجهرية مثل بكتيريا حامض اللاكتيك إلى حامض اللاكتيك، وذلك عند تحميض الحليب وتحويله إلى لبن. واضح؟ نأتي إلى السكريات المتعددة. السكريات المتعددة طلاب، يمكن اعتبار الكربوهيدرات التي تحوي على أكثر من 10 وحدات من السكريات الأحادية بأنها السكريات متعددة بوليسكرايد. وعادة توجد معظم الكربوهيدرات في الطبيعة على شكل سكريات متعددة ذات أوزان جزيئية عالية، تختلف في طبيعتها البلمرية، ومنها بشكل سلاسل مستقيمة، منها بشكل متفرع وتفرعات معقدة كما ذكرنا. السكريات المتعددة ناخذ أو تحوي هي 3 أنواع: جلايكوجين والنشا والسليلوز.
النشا طلاب هو من أهم المركبات الكربوهيدراتية الموجودة بالطبيعة، هو موجود على شكل مخزون بالنبات حيث يكون حوالي أكثر من 50% من مجموع الكربوهيدرات التي يتناولها الإنسان. وعندنا النشا راح مكون من أساسين، مكونين أساسيين هما الأميلوز والأميلوبكتين. نسبة الأميلوز راح تكون من 15 إلى 20 وتكون سلاسل غير متفرعة. واضح؟ الأميلوبكتين راح يكون النسبة مالته من 80 إلى 85، يكون كل المكونين من وحدات بنائية من الجلوكوز لكن يختلفان في التركيب، حيث يتكون الأميلوز من سلاسل مستقيمة من وحدات الجلوكوز المرتبطة بعضها البعض وأواصر جلايكوسيدية. أما الأميلوبكتين يتكون من سلاسل متفرعة من وحدات الجلوكوز مرتبطة بعضها مع بعض بأواصر ألفا، أيضا هي جلايكوسيدية تكون سلاسل مستقيمة مثل ارتباط هذه السلاسل بأخرى، وبذلك راح يكون شنو متفرع أو كثيرة التفرع. النشا عبارة عن كربوهيدرات مخزونة في داخل الحبوب مثل حبوب الحنطة، الذرة، الريس، كذلك في جذور بعض النباتات. النشا راح يتحلل بفعل الإنزيمات المحللة الهيدرولايتك إنزيمز. واضح؟ وين موجودة هاي؟ الموجودة في اللعاب والبنكرياس. يحلل النشا عشوائيا إلى سكر المالتوز ووحدات من الجلوكوز. واضح؟ الجلايكوجين يسمى بالنشا الحيواني، هو الخزين الكربوهيدرات وين؟ بالكبد والعضلات للإنسان والحيوان. يتكون من وحدات الجلوكوز وشبه بالأميلوبكتين بالنشا الاعتيادي، أي أنه يتكون من سلاسل متفرعة، لكن يختلف عن الأميلوبكتين بأنه أكثر تعقيدا، أكثر شنو؟ أكثر تعقيدا وتفرعا منه. يتحلل مائيا بواسطة الإنزيمات المحللة للنشا، أي ألفا وبيتا أميليز، ينتج عنه جلوكوز ومالتوز والباقي دكسترين، ويكون وزنه الجزيئي عالي. السليلوز سكر متعدد معقد، يتكون من العديد من وحدات الجلوكوز المرتبطة. يعد من الكربوهيدرات التركيبية المكونة للهيكل النباتي، حيث يكون جدار الخلايا فضلا عن أماكن أخرى من النباتات. يكون عادة مصاحبا للهيموسيلولوز والبكتين واللاجنين، لكن يوجد بصورة تقريبا نقية بأوين بألياف القطن. يتكون السليلوز من سلاسل مستقيمة من وحدات الجلوكوز شبيهة بالنشا، لكن الاختلاف بالآصرة راح يكون من نوع الألفا وبيتا وكذا. السليلوز لا يتحلل بفعل الإنزيمات التي يفرزها الجهاز الهضمي. لعد نشوف احنا هسه نريد وين يتحلل. يتحلل بواسطة الإنزيمات التي تفرزها البكتيريا اللي وين تعيش بالجهاز الهضمي للمشترات، هو أحد مكونات الألياف الفايبرز، وين تكون في غذاء الإنسان. واضح؟ نأتي إلى أهمية الكربوهيدرات. الكربوهيدرات طلاب مهمة جدا، حيث تعتبر الكربوهيدرات المصدر الرئيسي للطاقة، تدخل في تركيب الجدار الخلوي، تستخدم صنع الأحماض النووية، يمنع السليلوز حدوث الإمساك. ليش؟ لأن قلنا إحنا هي تكون النسبة الأكبر، يعني هو الألياف من تتشكل من نسبة كبيرة من السليلوز، إذا تمنع حدوث الإمساك. ويعتبر الهيبارين سكر مخاطي مضاد لتخثر الدم. الهيبارين يعني من الكربوهيدرات المتعددة المخاطية، تعد من المواد مانعة التخثر الدم، وتوجد وين؟ بالكبد والرئتين والطحال والدم. يتميز الهيبارين بارتباط مجاميع إضافية من الكبريتات التي يعتقد بأنه لها دور في منع التخثر. ومهمة للدماغ، الدماغ لا يستطيع استخدام مصادر أخرى للطاقة مثل الدهون والبروتينات بسهولة. نقص الكربوهيدرات
ماذا تسبب؟ فقدان الصوديوم، نقص الوزن، فقدان البوتاسيوم، وهدم البروتين، بروتين الجسم، نقص الوزن أيضا. هذا الجدول طلاب هو ببعض المصادر الغذائية، الكربوهيدرات، السكر قد يحتوي من الكربوهيدرات بالمية، راح يحتوي 99.5%، الذرة 87.6%، والدقيق، وهكذا. نأتي إلى موضوع مهم جدا هو تسوس الأسنان. نريد نعرف ارتباط وعلاقة الكربوهيدرات بتسوس الأسنان، واضح؟ تسوس الأسنان هو مرض يصيب الأسنان بعد حدوث عدوى، هي تحدث العدوى البكتيرية نتيجة لتناول أغذية معينة. شون؟ أكو بكتيريا بالفم طلاب، هاي البكتيريا هي تتغذى على السكريات المتبقية على الأسنان، ومن ثم تنتج أحماض، تعمل هذه الأحماض على إذابة الجزء الملاصق لها من المينا، يعني الجزء الملاصق للأسنان أكو طبقة اسمها طبقة المينا، هاي طبقة المينا هو أول جزء تتعرض له البكتيريا، يتعرض السن يتعرض إمن لهجوم البكتيريا. و شلون؟ وذلك بنزع العناصر الهامة المكونة للسن، من هاي العناصر الكالسيوم، وبعد ذلك راح يتحلل المواد العضوية، فتتحول الأنسجة الصلبة بالسن إلى نسيج رخو، وتتكون بالمينا، راح تكون فجوة صغيرة، إذا لم تعالج هذه الفجوة عند الطبيب راح يزداد تجمع البكتيريا والفضلات بها، وتزداد كمية الحامض حتى يصل إلى النخر إلى العاج، وقد يستمر تقدم النخر حتى يصل إلى لب السن، واضح؟ أين يمكن أن يحدث التسوس؟ سؤال، أين يمكن أن يحدث التسوس؟ التسوس راح يحدث في الشقوق الموجودة على سطح الخارجي للأسنان، على السطح الأملس للأسنان، يعني تحت منطقة التماس بين الأسنان، أو على السطح الخارجي للجذر، واضح؟ كيف يحدث؟ لابد من توفر عدة عوامل لحدوث التسوس. هذه العوامل بقايا الطعام، يقصد ببقايا الطعام يا طعام تحديدا هو الحلويات والشوكولاتة والسكريات، تواجد الجراثيم البكتيريا، ومن ثم الوقت، وسن سليم. الدور المواد الغذائية بحدوث التسوس، راح يكون عندنا نوع الغذاء، تناول المواد النشوية والسكريات بكثرة يؤدي إلى زيادة معدل التسوس، عندنا عدد مرات تناول الغذاء، تناول السكريات على فترات متقاربة مع عدم العناية بالأسنان، من أهم العوامل التي تؤدي إلى حدوث تسوس الأسنان. ومن ثم اللزوجة، عندنا كلما زادت اللزوجة التصاق السكريات بالسن زاد احتمال حدوث التسوس. أنواع النشويات، جميع أنواع المواد النشوية تتحول بسرعة إلى سكريات بسيطة بفعل الإنزيمات الموجودة في اللعاب وإنزيمات البكتيريا، فتتحول بذلك السكريات البسيطة بفعل البكتيريا إلى أحماض عضوية تزيل المادة الصلبة للسم. طبيعة الغذاء، نقطة هذه أخيرة نقطة مهمة، الجبن والزبادي تحوي على البروتين والكالسيوم والفسفور، هذه عناصر تعمل على تقليل مستوى الأحماض على سطح السن، وبذلك يقلل احتمال الإصابة بالتسوس. الفلوريدا، هاي المادة الفلوريدا راح يساعد الفريدة على زيادة مقاومة الأسنان لحدوث التسوس، وذلك بسبب تكون تكون مركب قوي داخل السن، فلورا أباتيت، الذي يقاوم الأحماض المذيبة للسن. كذلك عندنا الفيتامينات والعناصر المعدنية مثل فيتامين A و B و G، إضافة إلى الكالسيوم والفسفور، يقومون بدور هام في تكوين الأسنان وزيادة مقاومتها، واضح طلاب؟ عندنا النقطة رقم 3، لزوجة الطعام، كلما زادت لزوجة والتصاق السكريات بالأسنان زاد احتمال حدوث التسوس. هذه الكلمة بالطبع خطأ، هي زاد احتمال حدوث التسوس. خلصت محاضرتكم.